في بعض الاحيان اللاعبين اللي عندهم اللامبالاه ما عندهمش الضغط نحتاجوهم في مباراه من هذا النوع. في خطا نعم لصالح عبد القادر غزال ليصفر حكم المباراه والمنتخب الجزائري. الشيء الرائع اليوم هو حكم المباراه فعلا لحد الان انت رائع يا سيدي الحكم على ايدي ماي الحكم السيشيلي واحد من احسن الحكام في افريقيا. كره في الوسط من حسن يبدا يوصلها مباشره لمجني ترجع لكريم زياني يرفعها من هناك هيله من كريم زياني صعبه هيله ممتازه يا بابا يا بابا الله 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 الله, 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 الله اجمل هدف في العالم هذا هو اجمل هدف في العالم واحلاه جول 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 يا سلام يا سلام على هذا الهدف هذا هو اللي يعطيكم القوة هذا هو اللي يعطيكم الإرادة يا بابا 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 من أين لك كل هذا يا عنتر من أين لك كل هذا يا عنتر يا له من هدف وأي هدف تحرقوا هلوم نيجيريا الحكم اسمع بيقول ايه أنا لست كوفي كوجا اتصل بكوفي كوجا